جيت نقول لكم الانقلاب راه قرب وكلاش اس تي كلاشي في الحكومه انت عالقب. انا مغربي بلادي نكرهتني حتى وليت فيها مغرب مغرب والله مغرب باي اليوم غادي نهرب البلاد كسروا فيها الملحدين وما بقاوش العرب كلشي تقلب لي ناض فيكم كيبدا يصفر الرب. علاش قلت لكم حنا ماشي بحال بحال رجال نحبوا رجال انا والعشرين ممكن ندوز سروال فاق من كيرال بوال مغاربة حراو علينا سوال. اما الحكومة راه مشات في الزبال غاصبرو مشي تعيش نولع لكم قلبال شتكوما مخيتوش ديرو معنا الحال ما تقولوش لينا جلالكم صارت القفال قليل اللي يدير بحالنا جمعنا باش نوصلو كلامنا هكو سلامنا الغير حيدو من قدامنا وخا مبقاش مع منتظر الشهر يمشات قبل ما يسالي الشهر حتى المسكين بيت فايق كيفكر عيت ما نصبر وخا كلشي ولا كيغدر مليت تتسمر فين ما حليت عيني كنشوف الاحمر والخضر عايش باش مكتب الله ما عندي لا دار لا قصر الدنيا فايته اللي دار الخين فينا راه هو الفسر وخا حنا ما تزعبان وانت في رمضان كتفطر تعيا ما تنكر الحساب كاين خير تاقبر حتى اللي كان صغير راه كبر عارف بلي الحكومه ولات كتفر سكتنا على حقنا وليتو طحنوا فينا كي البقر وليتو طحنوا فينا كي البقر.